احتفلت رعية القديس شربل المارونية بعمان بعيد مارمارون الناسك، وذلك بقداس احتفالي ترأسه المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية، بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. إلى المزيد. احتفل أبناء كنيسة مار شربل للموارنة بعمان بعيد أبي كنيستهم ومؤسسها القديس مارمارون الناسك، وذلك بقداس إلهي ترأسه المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية، وعاونه الأب سامر زكنون الكاهن المساعد وشمامسة وخدام الكنيسة. للمسيح يسوع التسبيح وحضر القداس المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا على الروم الملكيين الكاثوليك بالأردن، ولفيف من الكهنة والراهبات وبمرافقة مرتلي جوقة الكنيسة، كما حضره ممثلون من مختلف الكنائس المحلية ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق المهندس سامي هلسة، والمستشار في السفارة اللبنانية بعمان جورج فاضل، مندوب السفيرة اللبنانية تريسي شمعون، شخصيات دينية ورسمية وعامة. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في وبعد قراءة من الإنجيل المقدس ألقى المونسنيور الخوري عظته، والتي أكد فيها أن هذا العيد هو عزيز على كافة الرعايا من أبناء الكنائس، وهو عيد للجميع يستقطب كل الناس لينالوا الشفاء والوعظ والصفاء والسلامة. وأضاف سيادته قائلا: هذا العيد عيد كتير أساسي أكيد من بعد يسوع المسيح سيد السماء والأرض للكنيسة المارونية، ومش بس للكنيسة المارونية، هالعيد عزيز على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، ومش بس على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، كمان على الكنيسة الأرثوذكسية. مارمارون لو كان وجد بسوريا ببطريركية أنطاكيا وقبل الإسلام، ولكنه عم في كل العالم. بروسيا عنده كنيسة وبيحتفلوا بعيده، فإذا هو جامع قبل تأسيس الكنيسة المارونية، هو مسكوني قبل الانشقاق الكبير، هو عالم يستقطب كل العالم اللي كانوا يجوا لعنده من أي كنيسة كانوا حتى ينالوا الشفاء، ينالوا الوعظ، ينالوا الصفاء والسلام. فمنذ أن وجد القديس مارون موحد الكنيسة قبل انشقاق الكنيسة شرقاً وغرباً، يعني نحن وقت بكنيسة مار شربل عمان منلاقي كل الناس جايين يطلبوا شفاعة القديس شربل اللي هو من مدرسة مارمارون، ما منلاقيها عجيبة، لأنه مارون من الأول كان يجمع في أحضانه في كنيسته كل العالم. مع مارمارون اليوم بتمنى عليكم إخوتي
ما تفكروا شو بدكم توصلوا لمراكز، ما تفكروا قدي بدهم يقتروا المصاري بجيبكم، ما تفكروا قدي بده يصير عندكم مكانة اجتماعية. فكروا انه تكونوا ساعي سلام، فكروا انه تنشروا الحب بين الناس من اي دين كانوا ومن اي دولة. فكروا انه تعملوا عمل الرحمة والمحبة، ساعدوا الآخرين. هيك مرمرون بقلي اليوم أعطي رسالة لإلي ولإلكم وينعاد عليكم. وخلال القداس أقيم زياح لأيقونة مرمرون، كما رفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب عن نية الكنيسة وأبنائها والسلام في الأردن والعالم أجمع، طالبين شفاعة الناسك والزاهد مرمرون. وفي ختام القداس توجه الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الروحية في قاعة كنيسة مار شربل، وتبادلوا التهاني مع المونسنيور غازي الخوري والآباء الكهنة وأبناء الرعية المارونية. على صعيد متصل، احتفلت الكنيسة المارونية في بيت لحم بعيد شفيعها القديس مار مارون،